كنطلبوا اصحابي المتاجر اللي كيبيعوا المواد الغذائيه واللي كيبيعوا الخضر عندهم الحوانت، ما عندكش الحق تخرج الخضره لبرا ولا تساعد المواد الغذائيه. قبض حانوتك وخلي الملك العمومي للمواطنين يدوزوا. من غدا ان شاء الله السلطات المحليه والاقليميه تحذركم من مغبه احتلال الملك العمومي. كنقولها لصحاب الدكاكين اللي عندهم الخضره كيبيعوا الخضره في الحوانت ولا مواد غذائيه، من غدا ان شاء الله بيع في وسط حانوتك. انا كنقولها بالدارجه، راه غتحمل مسؤوليتك غدا ان شاء الله. راه اللعب ما بقاش، السلطات ستقوم باخلاء الملك العمومي من المتاجر اللي محتلها. الله يجازيكم بخير.